السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم قناة كروشيه، فن كروشيه، أرض أعمل تعلم بشغف. حلقة اليوم هي إكمالة عن الحلقة الماضية، والخيط نفسه اللي معنا اللي هو المهيئ بشركة باريس، وسنارتي نفسها اللي هي ياسا صفري. الحلقة الماضية كانت بالبلوزة بغرزة الأناناسة والشبكة، وهي شبه اللانجوري، لهيك حنكملها بالبكيني والبترون بتلاقوه بمنتدى القناة بإذن الله. أول شيء رح ساويه هو عدد من السلاسل بتمثل المسافة الضيقة من تحت. لا شيلي هذا أخر قسم. رح نعمل 10 سلاسل يعني شكل افتراضي، نطلع في دور غرزة عمود بلفة ارتفاع 3، وبمشي بكل غرزة غرزة واحدة. رح امشي على هذا المبدأ تقريبا 5-6 أدوار بكل غرزة غرزة من دون زيادة او نقصان. بعد 6 أدوار صارت معي بهذا الشكل. هلأ شو رح ساوي؟ رح أعمل بأول غرزة وآخر غرزة زيادة ب3 عواميد، هون 2 والارتفاع هو 3. هلأ بمشي واحدة واحدة بس وصل لآخر غرزة كمان بعمل فيها 3. هاي الزيادة بعملها دور ايه دور لا، إذا ما بدي اياها تكون كتير دغري تكبر، بدي اياها دغري تكبر بعملها كل دور الزيادة من الأول وآخر غرزة، وبس وصل للحجم المطلوب رح أربط الخيط بشكل معاكس وأعمل الجهة المقابلة مثل ما عم بعمل هون. يعني كيف أنا اشتغلت من أمام بشتغل للخلف، وعندي هاي القطعة هي المنصف. وهيك بكون وصلت للحجم المطلوب إن كنت عم بشتغل. يعني هذا الشيء هو اللي بيحدد لي المقاس اللي معي، إن كان عم بعمله بناتي أو بيبي أو نساي، أنت اللي بدك إياه. مثل ما قلت لكم مشيت أنا سطر إيه سطر لا بالزيادة، سطر زيادة سطر ثبات، سطر زيادة سطر ثبات. بعد ما خلصت القطعة الأولانية رجعت ربطت الخيط مثل ما قلت لكم ورجعت عملت الجزء الثاني، صار معي بهذا الشكل. حأطويهم على بعض. صار معي بهذا الشكل. هلا في عنا عدة أفكار رح أعرض لكم بعض منها. فيني طوله بشبكة، فيني طوله بشكل عادي سادة، يعني فيني أعمله رباطات من الجهتين، وفيني أعمله غرزة المروحة غرزة لا، على حسب ما لي أنا ماشية بشكل عرضي. لكم حرية الاختيار بالنسبة للموديل. أنا بالنسبة إلي رح أعمل تربيطات، وهي مجموعة من السلاسل بحفظ أنا العدد. هاي الفكرة الوحيدة اللي لازم انتبه لها، أني رح أحفظ العدد من شان ساوي على 4 جوانب، هذا جنب هون 2 و3 و4. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم، وهي أساسياتها. وانطرونا بكل جديد، والسلام عليكم.